احنا وقفنا ان احنا عايزين نحقق الفانكشن دي، هنعمل فانكشن بتاعتين اوميجا اي طبعا هنا الاكسبكتيشن فاكتور بكام؟ طبعا الاكسبكتيشن فاكتور من الاوميجا اي، طبعا هندخل كذا انكاونتر فريكونسي وعلى اساسها هطلع قيمه الماجنيفيكيشن فاكتور. وتعالى ناخد الترتيب بتاعنا. احنا اول معادله احنا قسمنا اوميجا اي على اوميجا زد عشان نطلع تيونينج فاكتور، تمام؟ فاحنا هنغيرها، بس بدل ما تبقى كده هنعملها بحاجه اسمها لوكال ديفينيشن. ماشي، البروجرامر بعد ما عملنا كذا ستيب هنعمل كل فاريبل لوكالي في الكالكوليشن ديت، ونعمل حاجه اسمها لوكال ديفينيشن هنا، ده بتساوي اوميجا اي على اوميجا زد. طبعا كل الفانكشن دي طالما يعني مش متعرفه هتبقى لوكالي جوه الفانكشن ديت، يعني لو اوميجا اي مش اوميجا اي كبيره هتبقى اوميجا اي اللي جوه الفانكشن ديت. طيب تاني حاجه هنقول ان هو النيو، تمام، بتساوي بي على اتنين اي، مش نيو بتساوي بي على اتنين اي. بعد كده بنشوف دايناميك فاكتور، بتساوي ميو على اوميجا زد. وبعد كده بنطلع الماجنيفيكيشن فاكتور اللي هي ديت، يبقى دي الحسبة بتاعتي بشكل عام. وتعالى نبتدي نرسمها. المحور الأفقي بتاعي هيبقى أوميجا إي، أنا هحط بس ليها علامة زيادة كده ولا حاجة عشان أفرقها عن أوميجا إي اللي هي عرفها قبل كده على أوميجا زد. وهنا هو الفانكشن بتاعتي اللي أنا عرفتها من شوية، في نفس الوقت مش هقول له أوميجا إي، هاخد أوميجا إي اللي هي الجديدة ديت اللي عليها الشرطة دي، بما إنها مش بتعرفها فهو هياخدها على رينج من القيم. طيب وخلي هنا وقت بيساوي صفر، وخلي القيمة هنا وقت خمسة، مش لازم ناخد الرينج الكبير دوت، ممكن ناخد ثلاثة. أنا دلوقتي برسم الكيرف اللي إحنا اتكلمنا عليه اللي هو علاقة ما بين ثانية واحدة، برسم الكيرف اللي احنا قلنا عليه اللي هي علاقة ما بين التيونينج فاكتور اللي هو اوميجا اي على اوميجا زد والماجنيفيكيشن فاكتور. فهلاحظ هنا الماجنيفيكيشن فاكتور هنا بيساوي واحد، تمام، بعدين تيجي يزيد جدا، ومعناه هنا هو ان الموشن بتزيد جدا الامبليتيود بتاعها، بعدين تبتدي يقل لغاية ما يرجع للقيمة دي لغاية ما يرجع للصفر. فاحنا رسمنا احدى الكيرفات دول دلوقتي، ده اللي احنا عملناه، تمام. طبعا لو الدامج بتاعنا قل شويه او زاد شويه، يعني هنا قيمه البي مثلا الاصليه لو قلنا ان البي هنا بتساوي مثلا 1000 كيلو جرام على السكند، هتلاحظ فيها ان ايه ترى الكيرف ابتدى يقل شويه، يبتدي نخش في مرحله من المراحل ديت. لو خلينا الدامبنج ابتدى يزيد شوية هتلاحظك انت بقيت الكيرف بتاعك بقى ايه إلى حد ما هادي شوية عند منطقة الريزونس. عشان كده احنا دايما بنقول الدامبنج بيأثر في مرحلة الريزونس بتاعتي. أنا الكيرف ده ممكن أرسمه بطريقة تانية، يعني ممكن ما أقولش تيونينج فاكتور، ممكن أقول هنا هو بدل ما أرسم تيونينج فاكتور بتاعي
قول ان اوميجا انكاونتر وخلاص. وانا عارف ان اوميجا زد بتاعتي بتساوي 1.3 اللي هي موجوده، فبالتالي انا عارف ان انا فين بالنسبه لها. بمعنى اصح، لو انا موجود في حته على شمال الناتشرال بيريد، تمام، تعالي نرسم هنا الناتشرال بيريد بتاعتنا، ادي ان الشفير بتاعتي المكان هنا اهو، تمام. فانت كل ما تقرب منها هتلاحظ فيها ان ايه، ان الفيجن بتاعك بيزيد قوي. كل ما تبعد عنها ناحيه الشمال هتلاقي انك انت الريسبونس بتاعك تقريبا بيساوي واحد، وكل ما تروح ناحيه اليمين، تمام، او كل ما تزيد معاك الاوميجا اي هتلاقي فيها الريسبونس بتاعك بيساوي صفر تقريبا، تمام. طب احنا ايه اللي احنا عايزين نبقى شايفينه في العلاقة دي؟ أولا تأثير الدامبنج لو قل أو زاد، سيب 300 كيلو جرام على سكند، لو أنا هنا بيساوي 400، بص عمال الكيرف عمال يقل أوي، 1000 1200 وهكذا. تاني حاجة، انت فين بالنسبة للناتشورال بيريد؟ كل ما تروح ناحية الشمال او ناحية اليمين تلاقي يقل، هتلاحظ الماجنيفيكيشن فاكتور بتاعك كان واحد، ابتدى يزيد، ابتدى يقل تاني لغاية ما يرجع لقيمة قليلة قوي. ده كده ايه الموضوع بتاع محاضرة النهاردة باختصار. يبقى احنا عملنا ايه النهاردة؟ احنا أول حاجة شفناها الفري أند دامبد كيبيد موشن، تمام؟ شفنا يعني ايه ناتشورال بيريد أو الحركة الترددية الطبيعية بتاعت السيستم شكلها ازاي؟ وهنا هو طلعنا اول بيريد عندنا او تي زد بتاعتنا، دي حركه طبيعيه بتاعت السيستم معتمده على الاي والسي. بعد كده ابتدينا نعمل انتروديوس للدامبنج، دخل دامبنج، فالدامبنج بتاعنا لما دخل ابتدى يطول البيريد بتاعتنا شويه، بقت اسمها اوميجا دي او تي دي، تمام، وابتدى يقلل الامبليتيود بتاعنا مع الوقت. ابتدى يقل ازاي؟ اي تو ذا باور اوف ماينس ميو تي، ابتدت تقل 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 وهكذا لغايه ما تبقى صفر. الناس بتوع داينامكس والناس بتوع ميكانيكا دايما بيفرقوا من 3 انواع من انواع الدامبنج، تمام، ليها علاقه بقيمه الدامبنج. لما الدامبنج يزيد قوي قوي، تمام، ما بيلحقش حتى يعمل سايكل واحده، بص ما بيلحقش حتى يعمل سايكل واحده، تمام. بس طبعا دي مش الكيس بتاعتنا، يعني مش الكيس بتاعتنا خالص. الكيس بتاعتنا دايما في المراكب قيمه الدامبنج ما بتبقاش كبيره قوي كده، لا انت دايما بتلاحظ فيها دامج تريد. في الكورس بتاع الداينامكس اللي انتوا خدتوه، اللي هو الاونلاين كورس ده، عشان انتوا ما خدتوش في الكليه، فهتلاحظ فيه دايما الشرح بيتكلم فيها 3 انواع من الدامج بتاع. بعد كده ابتدينا ندخل الفورس هيلينج موشن، ابتدينا ندخل قيمه فورس. فورس ديت ليها قيمه امبليتيود وليها فريكونسي، بيسموها فريكونسي اوف انكاونتر. وهنقول فيها انكاونتر فريكونسي دي عباره عن ايه؟ ليها علاقه بشكل سرعة المركب واتجاهها بالنسبة للويفز. دي احنا خدناها تقريبا في أول أو تاني محاضرة الكلام ده. تمام؟ فقلنا هنا هو الإنكاونتر فريكونسي عبارة عن إنبوت طبعا، وليها علاقة قوية قوي بالإيه؟ بالفريكونسي، بالناتشرال ثيري بتاعتك أو الناتشرال فريكونسي بتاعتك. كل ما تقرب منها، تمام، هيبتدي يحصل إيه؟ هتلاقي إن التيونينج فاكتور بتاعك بقى واحد، والنون دايمنشنال دامبنج فاكتور بتاعتك اللي هي ميو على أوميجا زد، ماشي، هتلاحظ فيها ان قيمتها بقت قليله. بعد كده الماجنيفيكيشن فاكتور بتاعك، تمام، ده اللي هو بنستعمله، عشان خاطر نقدر نعرف قيمه الاستاتيك ريسبونس هيتضرب في قيمه قد ايه، عشان دي قيمه الامبليتيود بتاع الموشن بشكل كامل، تمام. يعني هنا قيمة الزد ايه اللي انت بتستعملها في الايكويشن ديت،
بتساوي static response بتاعك اللي هي اف على السبرينج ومضروبه في الماجنيفيكيشن فاكتور. في طبعا فيز شيفت بتحصل ما بينهم، ما بين الحركه بتاعه الويف او الاكسايتنج فورس وما بين الريسبونس. ايضا هو زي 3 اوف تي عباره عن اتنين كومبوننت، كومبوننت بيحصل لها ديكينج ودي بتعمل حاجه اسمها ترانزيانت افكت، وكومبوننت تانيه اللي هي بتاعت الريسبونس بياخد الفريكونسي بتاعت الويف. المرحله الاولانيه بيبقى الريسبونس الى حد ما راندوم مش واضح، لغايه ما يبتدي يقل والديكي بتاعك يبقى واضح جدا ويبقى القيمه دي تقريبا صفر مش موجوده، فتلاقي ان الديناميك افكت بتاعك ابتدى يظهر جامد. واحنا في شغل المركب احنا في العاده يهمنا دوت، تمام؟ بس هي مشكلتنا الزد اي دي نجيبها ازاي؟ هي مشكله الزد اي دي هتجيبها ازاي؟ فدي الطريقه السيمبل ان احنا بنبتدي نحسب بيها زد اي، تمام؟ وبعد كده ابتدينا نعمل زي دراسه كده عشان نشوف علاقه الماجنيفيكيشن فاكتور بالنسبه للاوميجا اي او بالنسبه للتيونينج فاكتور. ابتدينا نعمل برنامج صغير، البرنامج دوت ابتدى يحسب تيونينج فاكتور عن دايمنشن دامبنج فاكتور. بعد كده هو ابتدى يحسب ماجنيفيكيشن فاكتور بقت قيمتها دي بالاخر بعد ما حسب النيو على اوميجا زد. وهنا شفنا تاثير الدامبنج شكله ازاي، لو زودناه او قللناه ابتدى يغير شكل الكيرف بطريقه ايه؟ بطريقه واضحه جدا عند الدامبنج. عشان كده بنقول دايما الدامبنج بيأثر في المنطقه دي. كده انتهى في المحاضره.